مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج من بيروت. معي انا فابيان عون. رح نبلش حلقتنا لليوم بالمقابله اللي اجريناها مع الممثله اللبنانيه جيسي عبدو، اللي سبق والتقيناها خلال حفل زفاف الزميله توني عيسى. واكيد اول سؤال حبينا نساله اياه، يا جيسي، هل خطوه توني فتحت لك نفسك على الجائزه؟ ان شاء الله ان شاء الله. وشو بخصوص فستان الزفاف، هل معقولة جيسي عبدو من الفتيات يلي بيحلموا ارتداء الفستان الابيض الشبيه بالاميرات؟ لكن ما بعرف، يعني انا اصلا بحب القصص السيمبل، ما كثير بحب الاعراس الكبيره وهيك، يعني بحب هيك كيف توني عامل عشاء اصحاب كلوز وهيك، بس يعني كل شيء بوقته حلو، ما بتعرفي لوقتها شو بيصير. وانتقلنا مع جيسي للحديث بالامور الفنيه، فقلنا لها يا جيسي اشتقنا لك خلال السباق الرمضاني، فهلا شو محضرتي لنا؟ معقوله قريبا جمهورك يشوفك بعمل جديد؟ ان شاء الله السنه الجايه. نحن كنا عم نصور مسلسل ظلم وتوقف، يعني باسباب اللي صارت بلبنان وكورونا ولعده اسباب يعني، فان شاء الله رح ندخل تصوير قريبا وان شاء الله بيشوفوا للمسلسل. وفاجأتنا جيسي عبدو انه حبت تعمل تقييم لسنه 2020 مقارنه مع 2021. ايه صراحه 2020 كانت سنه أسوأ سنه، يعني انا أسوأ ايام انا بعيشها، بس على طول هيك في تفاؤل والامل بربنا كبير. من بعد ما سمعنا كلامها لجيسي حبينا نسألها، هل أخذت قرار بخصوص السوشيال ميديا، بخاصة أنه هي بفترة معينة جرحتها وأذيتها؟ بتعرفي أوقات بزعل، بس يعني بالنتيجة أنا إنسان معروف وصفحاتي موجودة على السوشيال ميديا ومفتوحة للكل، ففي آراء بتنكتب هيك وفي آراء بتنكتب هيك، في أشياء الناس كل حدا بيكتب اللي بيشبهه. الشيء اللي بيزعجني دغري بعمل له بلوك، انا يعني اشطر وحده بالبلوك، عرفتي؟ وخلص بتريحي راسك. بما انه جيسي خبرتنا انه هي اشطر انسانه بعملين البلوك، فقلنا لها بينتنا يا جيسي كم زميل عملتي له بلوك وانفولو على السوشيال ميديا؟ زميل لا لا، ولا مرة جربت تنتقمي بطريقه الانفولو؟ لا لا، انا اذا بنزعج من شغله دغري بقول، يعني دغري بتلفن على تليفون ودغري بحكي، يعني ما بخبي قصص وانفولو، لانه هول القصص بحس اذا انا يعني في شغله بدي اقولها، ليش بدي اعمل حركات؟ عرفتي؟ دغري بقولها. وطبعا جيسي حابه توجه رساله لكل متابعي برنامج من بيروت، برايكم شو قالت؟ بدي اقول لهم مهضومين كثير، لانه انا بتواصل انا وياهم اوقات على السوشيال ميديا، فثانك يو لاربيل ولكل اهل العراق، هيدا الشعب الطيب يلي انا له هيك معزه خاصه بقلبي. تألق الممثل اللبناني وسام صباغ خلال السباق الرمضاني من خلال تجسيده لشخصيه محمود بمسلسل للموت. واكيد بما انه التقيناه، اول سؤال بدل ذهننا نساله اياه، شو الاثر يلي تركته فيك هالشخصيه؟ فتعوا معنا حتى نشوف شو قالنا. بتذكر تفاصيله اللي بتعذب، يعني هالإنسان اللي عنده مسؤولية أهله وعنده مصاريف وبده يطبب أهله ويعالجهم وما معه مصاري، يعني أسوأ شيء ممكن يصير مع إنسان إنك عندك أمك وبيك بدك تعالجيهم ومش قادرة، وهذا بصير كل يوم بلبنان، لأنك إنه ما قادر تفوتي لا سمح الله أمه أو بيه الواحد على المستشفى، لأنه بيطلب مبلغ المرؤوم قبل ما يفوت، فشعب متروك. بقيت ذكرى إنه واحد ما بعرف كيف بده يصمد بهالبلد، كيف بده يقاوم، لان فعلا وضع صعب على الكل. وكان من اللافت انه وسام صباغ حب يتطرق معنا بحديثه للصداقه اللي بتجمعه بالممثله اللبنانيه ماجي بوغصن يلي جسدت شخصيه سحر بمسلسل للموت. شوفي انا وماجي عشره اكثر من 20 سنه. كنا نحسب قديش العمر. زمان قلنا اصحاب. كنا ولا شيء. وبلشنا سلم درجة درجة، واللي بيربطني فيها يعني عشرة ومحبة ومواقف كنا فيها حد بعض. ما في أعظم من أنك يكون عندك صديق حقيقي، وخاصة من المهنة يعني، فهي صديقتي الأقرب هي وجيسي عبدو أكيد، ونحن حد بعض كل العمر.
بما انه وسام كفى بحديثه معنا عن ماجي، قلنا هات لنشوف شو تقييمه لشخصيتها بهذا العمل. ماجي كلها بشهادة كل العالم الصحافي انه شلحت جلدها، اجت بشكل وبمضمون وبكاركتير عشوائي ما عرفناها مين هي. فهيدي ماجي، هيدي الموهبة الحقيقية اللي هي أثبتت حالها بالكوميديا وأثبتت حالها بالتراجيديا وأثبتت إنه هي ممثلة شاملة موهوبة جدا. وحبينا ناخذ رأيه لوسام حتى نشوف إذا هو بأيد الأشخاص اللي اعتبروا إنه الممثل اللبناني هيدي السنة أخذ حقه بالدراما. أكيد الحمد لله، يعني إذا اللي بتابع كل، مع احترامي لكل الممثلين العرب حتى، انه شفنا الممثل اللبناني بده ظروف انتاج حلوه، بده فرصه حلوه، بده نص حلو واخراج ببين عظمه موهبته. ما في فنان او ممثل عظيم وممثل منه منيح، في ظروف عند تتوفر لهالممثل. يعني الممثل اللي بيكون بهوليوود كل ظروف الانتاجيه الكتير كبيره بتخليه يبرز اكثر، بس موهبته مش ضروري تكون يعني اهم من موهبه ممثل عربي، بس هي ظروف، وان شاء الله نحن ظروف مع الايام تخلينا نوصل انه نبرز مواهبنا اكثر واكثر. واسترسلنا بحديثنا مع وسام وسالناه عن الغصه يلي كان عم يشعر فيها خلال تقديمه لبرنامج خاص بالجوائز، اذ مثل ما كنا عم نشوف انه في عدد كثير كبير من العالم على الرغم من محبتهم الكبيره لوسام كمان كانوا عم يتصلوا طمعا بالجوائز الماديه لانه هن كانوا بحاجه بظل تردي الاوضاع الاقتصاديه بلبنان. هلا شيء بيعذب شيء بتعب، لان انا غير الهوا تليفوني ما كان عم يهدى كل الوقت. بعرف قد ايه الناس تعبانه، بعرف انه هالمبلغ اللي كان عم بيربحوه ممكن يسندهم بمطرح من المطارح. وفاجأنا وسام انه كان في سؤال روتيني دائما ينطرح على المتصلين، ولكن فجأة توقف عن طرحه، برأيكم شو هو؟ لما كنت اسأل بفترات شو بتشتغل، وصلت لمطرح بطلت اسأل هالسؤال شو بتشتغل، لان كل العالم فعلا كانت بلا شغل، اللي قاعد له سنتين بالبيت، اللي له قاعد سنه. واجا هيك البرنامج ليعطي سندي يعني، بس هيدا منه كافي اكيد. فتحيه لصوت بيروت انترناشونال اس بي اي لقدروا رصدوا كل هالمبالغ لحتى يوقف حد الناس ويساعدون، وكمان للام تي في اللي هي هالشاشه البراقه اللي خلتنا نتواصل كمان مع كل الناس. ابدعت الفنانه اللبنانيه ماريتا الحلاني بتجسيد شخصيه سعاد ومسلسل 2020 خلال السباق الرمضاني، واليوم هي بصدد تصوير مشاهدها الجديده بمسلسل حي الشعبي يلي عم تلعب فيه دور البطوله الى جانب كل من محمد قيس، بيبيان انطونيوز، جيهان خماس، جو صادر، انور نور وغيرهم كتار. وطبعا نحن حبينا نلتقيها لماريتا الحلاني، واول سؤال سالناها اياه اكيد تخبرنا عن دورها. اليوم هيدي أول بطولة لإلي، مسلسل الحي الشعبي كتابة فيفيان أنطونيوس، إخراج جورج روكوز وإنتاج الأستاذ مروان حداد شركة مروة جروب. كتير مبسوطة بالشغل معهم، هاي أول شيء. تاني شيء القصة اللي عم نمثلها، يعني القصة حلوة كتير، بتشبه واقع، بتشبه الناس، في مواضيع اجتماعية، يعني عم نصور بقلب حي الشعبي، وشخصيتها اسمها سيرينا وعايشه بهذا الحي مع عائلتها، وبصير في يعني في مشاكل عائليه، في مشاكل، في كثير قصص بتصير واحداث هيك سريعه ورا بعضها ومشوقه. فانا كثير كمان متحمسه انه احضر للمسلسل بس تكون خلصناه. بما انه ماريتا الحلاني بعدها ببدايه تجربتها التمثيليه، فاكيد سالناها هل هي من الاشخاص يلي بحبوا يطلعوا على ادوارهم من بعد ما يصوروها. هلا نحن ما بنحضر يعني، وكمان انا بفضل ما كثير ما ارجع احضر كرمال ما انتنو كثير، خلص بترك حالي انه عم بلعب، انه لبست الدور خلص، اسست الدور بالاول. اكيد بالاول بتكون اصعب لأتأكد انا يعني كيف بدي امثل هيدي الشخصيه. لما خلص تاكدت وصورت كثير مشاهد خلص تعودت، يعني صرت هلا انه صرت دغري بقدر صير سيرينا باي لحظه. فما بحب كثير ارجع احضر حالي يعني، بس حضرت كم مشهد حبيتهم. اكيد دائما بنتقد حالي، ما هي المشكله عرفتي، فمش هيك ما بحب احضر حالي لما احس انه بدي انتقد شيء
وقلنا هيك لنستفزها شوي لماريتا، فقلنا لها إذا هيدا الدور التمثيلي كمان نجحتي فيه، هل معقولة تتخلي عن لقب فنانة ونسمع دايما يقولوا ماريتا الممثلة؟ ما أنا أصلا عم غني تيتر المسلسل، غنية المسلسل، الغنية غنائي غنية لإلي اسمها حكايتي، من كلمات وألحان بي عاصي الحلاني، من توزيع توني صابا. فلا ما رح وقف غني، وعم بشتغل كمان على أغاني جديدة غير هالمسلسل، يعني في غنية مصرية كمان عم بشتغل عليها جديدة. لا مع بعضهم يعني، وبيكملوا بعضهم يعني. بالنسبة لإلي مثل ما الكل صار يعرف انه شارت مسلسل حي الشعبي يلي هو من انتاج شركة مروة جروب، كتبها النجم عاصي الحلاني، فأكيد سألناها هل هي كتبت خصيصا لتكون شارت العمل او كانت اغنية جاهزة عنده حب يهديها اياها بما انه هي بطلة المسلسل. لا هي بتجسد قصة المسلسل، يعني هو كتب الغنية للمسلسل مش انه لإلي، للمسلسل، والغنية بتحكي عن المشاعر اللي سيرينا، شخصية سيرينا بتمرق فيهم بهذا المسلسل. وكفينا بحديثنا مع ماريتا عن والدها النجم عاصي الحلاني، فقلنا لها شو النصيحة يلي عطاكي إياها بس فكرتي تدخلي مجال التمثيل؟ أنا عطول ببعت لهم، يعني حنا جروب عائلة على الواتساب، ببعت لهم عطول هيك مقاطع أو صور من يعني بينبسطوا فيه وبينبسطوا لي لأنه بيعرفوا هيدا الشيء بحبه أنا، وأنا بنبسط إنه بي بصراحة ما بيفوت بالتفاصيل، يعني ما كتير بفوت بشغله، بيتركني اشتغل لحالي على راحتي اكون مستقله، هذا الشيء اللي بحبه لانه بالنهايه ما في الولد دائما يكون معلق باهله يعني، وكمان بده يكون مستقل يقدر خلص كبرنا يعني. من خلال علاقتنا الشخصيه بماريتا الحلاني بنعرف قد ايه هي بتتأنى باختيار اعمالها وبتعمل دائما لتطوير نفسها، فسألناها لماريتا لأي درجة بتنزعج إنه كل شيء عم تعمله بعدهم بحطوها ضمن خانة إنه بنته للنجم عاصي الحلاني. بنزعج أبداً، إنه بالعكس أنا بحبه كتير وبفتخر. في ختام حديثنا معها لماريتا سألناها شو رأيها بالأشخاص يلي بعدهم بيعتبروا إنه كل نجاح عم بتحققه سبب الأساسي نجومية بيا. بطلت حس بها يعني، هلا أنا ما كنت بعمري ما بتأثر بهالحكيات، ماني حدا كتير حساس بهيك مواضيع، بس من قبل ايه كنت اسمع كتير هيك حكي، هلا بطلت هالقد يعني. حتى هلا انا عم بمثل والتمثيل ما حتى بي منه ممثل حتى، فانه لا وما بزعل ما بدي، كل واحد له حق يقول رايه، كل واحد عنده راي وانا عندي راي بقصص بالحياه، فكل واحد حر، وانا علي انه انا عم بعمل اللي بحبه واللي بحبني اني اكون عم اقدم شيء حلو للناس اللي بتحبني وهيك. حب دكتورة التجميل اللبناني دكتور نادر صعب هيدي المرة انه يسلط الضوء على موضوع العيون المبطنة، فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرنا عن هالمشكلة اللي بيعاني منها عدد كتير كبير من السيدات. شفون العيون مثل ما بنعرف كتير منا بيكبروا بالسن وبيصير في عندهم ترهلات وتنفخات بشفون العيون، لكن البعض حتى على عمر صغير بيكون في عندهم العين المبطنة أو الجفن المبطن، وهيدي يمكن ببعض الأوقات بتكون حلوة ببداية الأمر لكن بتخلي العيون يتعبوا على عمر مبكر، وبالتالي بيصير يمشي الإنسان وعينه شبه نعسينة أو مسكرة أو كسلينة، وهيدا الشيء بيكون نتيجة عوامل وراثية جينية بالعيلة، يعني منلاقي عند الأم أو عند الأب أو عند الأجداد بيكون في عنا تهدلات بجفن العين وتنفخات. لهيك ما إنه غلط أبداً على عمر صغير نلجأ لإزالة هالجفون، إزالة الجيوب الدهنية الداخلية اللي موجودة باستعمال الليزر ومن دون جرح، لحتى نحافظ على جمال عيوننا، على الإشراقة يلي عطول بنحلم فيها، وبالتالي ما نخلي يصير في ترهلات وتنفخات. كتير منا وقت ما بيعانوا من التنفخات يمكن بيلجأوا لساعات من النوم طويلة لحتى يرتاحوا، لحتى يكونوا متصالحين مع زيتون، لكن بيوعوا بيلاقوا هالتنفخات كمان موجودة. بقلكن هون الحل الجذري هو بإجراء هالعملية جدا بسيطة باستعمال الليزر.
وكان من اللافت انه دكتور نادر صعب حب يخبرنا انه نمط الحياة يلي عم نعيشها بيلعب دور كتير كبير بظهور الانتفاخات بمنطقة العينين وحتى العيون المبطنة. كيف؟ شوفوا معنا. سبب التنفخات والجفون الثقيلة اللي بتكون حول العين هي عوامل وراثية، لكن الأهم يلي بخليهم يظهروا أكتر وأكتر هو نمط الحياة اللي منعيشه، أكين قلة النوم، السهر، شرب الكحول، تدخين، التعصيب أو ستريس، إضافة إلى مشاهدة السكرين، أكين التليفونات، السمارت فون أو التابلت، آيباد وغيره. أما بالنسبة لكيف بصير العلاج فشوفوا معنا. ما بنقدر نتخلص منهم إلا بهالعملية اللي هي جدا بسيطة باستعمال الليزر يلي بتتضمن جرح صغير تحت العين بنلجأ من خلاله إلى استئصال الجيوب الدهنية الموجودة، وهون ما بيكون عندنا ولا أي ندب ظاهرة، إنما بالجفن العلوي بنلجأ إلى استئصال الجلد الزائد يلي صار له كذا سنة عم بينفخ، خاصة عند الناس يلي بيكونوا عم بيعانوا من كآبة أو عندهم مشاكل نفسية أو يمكن بيضلوا يبكوا كل الوقت، وهيدا الشيء بيخلي هالعيون تتنفخ أكتر وأكتر. وإذا عملت سيدتي هيدي العملية شوفوا دكتور نادر شو بفضل. عطول أنا يلي بحب أعمله هو الفوكس آيز يلي هو مثل يعني الكات آيز، لحتى أفتح العين من هون وأعطيها مدى، لأنه بتعطي شباب بالعين، وبالتالي السيدة بتقدر تحط الميك أب تبعها وهي ومرتاحة، إضافة إلى ببين عند الإنسان أكين سيدة أو شاب نظرة الجميل الطبيعي يلي كانت عندهم على عمر صغير. غالبا على عمر صغير ما في ندبة أبدا من تحت، إنما من فوق في عنا ندبة صغيرة يلي لازم تقطيب فيها يكون تجميلي، وبالتالي ما بيكون في قيود نشيلهم، ما بيكون في عنا غرز تحت نشيلهم، ومنا بحاجة للبنج العام عند إجراء هيك نوع من العمليات، وبالتالي الإنسان بيقدر يرجع على بيته بعد ساعة من الوقت وبيكون مرتاح. لكن وقت ما بنعمل هيك نوع من العمليات بفضل أنا ما يتعرضوا للشمس، وبالتالي يلبسوا نظارات الشمس، ومنرجع منشوف الطبيب بعد 5 أيام لحتى تكون فعلا زيارة الفولو أب يلي هي بعد شد الجفون العلوية والسفلي، لحتى نكون مرتاحين بنظرنا وعنا ثقة بنفسنا أكتر وأكتر ونكفي حياتنا بكل فرح. وأكيد من بعد ما سمعناه لدكتور نادر من البديهي نسأله إذا هالمشكلة من بعد فترة زمنية معينة ممكن ترجع المرأة تعاني منها من جديد؟ غالبا هيك نوع من العمليات بنعملهم يمكن حتى لو عملناهم على سن صغير منعيش تقريبا 10 ل 15 سنة وعيوننا مرتاحين، لكن هول الناس بيكون في عندهم نوع من العوامل الوراثية، وبالتالي بيرجع يتطور الجيوب الدهنية عندهم وبترجع تزداد، لكن مينيموم بعد 15 سنة من الوقت تنكفي حياتنا من دون تنفخات دهنية جنب العيون. بهيدي الفقرة سيدتي حبينا نعطيك بعض النصايح الجمالية. بداية خلينا نشوف خبيرة التجميل ميسون هلال شو الأخطاء الشائعة يلي خبرتنا عنها ويلي بتتعرض لها المرأة يلي بشرتها دهنية. من أبرز الأخطاء اللي منعاني فيها بفصل الصيف وخاصة للبشرة الدهنية والمختلطة هي عدم اتباع روتين، يعني ما مننظف البشرة بشكل روتيني، منترك البشرة يعني أحيانا مننام بالمكياج، ما منغسله الصبح، ما منحط تونر، هيدا بيسبب تراكم الدهون والميكروبات على سطح الجلد وبتفوت على داخل المسام وبتسكر المسام
المسام، وهيدا بيأدي بصير عنا بنشوف انه البشرة مسامها كتير بتصير مفتوحة لانه ما عم يدخل فيها الاكسجين المزبوط وما عم تتنظف مزبوط، وهيدا بالتالي بيخلي البثور الصغيرة والحبوب تطلع على وجهنا. وهيك من يعني أحيان بيجي لعندي بيقولوا لي ليش عنا حبوب، ليش عنا بثور؟ ما بيكونوا عارفين إنه هني ما عم بينظفوا مزبوط البشرة الصبح وعشية، ضروري تتنظف وينحط التونر، وإذا ما عندهم التونر لتسكير المسام، وإذا ما عندهم تونر فيهم يحطوا الخل التفاح بيخففوه مع مي ويحطوه على بشرتهم، هيك بيسكر المسام، أو يجيبوا قشر موزة وكمان يحطوها يدهنوها على وجههم، كمان هيدا بيسكر المسام، يرجعوا بعد ربع ساعة بيفوحوها. تاني خطأ هو عدم وضع الحماية للبشرة. نحنا بدنا نحط حماية للبشرة كل ساعتين قبل ما نروح على البحر، وبدنا نحطها بشكل متساوي على كل وجهنا، لأنه بيصير في عنا تفاوت بلون البشرة، بيصير عنا انخفاض بالدورة الدموية، بيأثر كمان على حول العين وبيصير في منطقة داكنة تحت العين، لهيك لازم نحط الحماية كمان تحت العين، لأنه في كتير ناس ما بتحط تحت العين، وكمان لحتى ما كتير تغمق فينا نجيب منشفة بمي دافية ومنحطها على العين، وبتحرك الدورة الدموية، بس نحط المنشفة الدافية على العيون، وبتبطل تبين كتير داكنة وسوداء إذا بدك. وطبعا حديثنا مع ميسون ما توقف عند هذا الحد، بس ترسلت وخبرتنا عن الأخطاء اللي بتوقع فيها المرأة يلي بتعاني من بشرة جافة، برأيكم شو قالت؟ البشرة الجافة الخطأ انه اللي بنعمله بالبشرة الجافة دايما بنفرك كتير البشرة الجافة، واحيانا بنعمل كتير تقشير، هو الافراط بتقشير البشرة ومنشيل الخلايا الميتة، هيدا ببطل عندها حماية البشرة تدافع عن حالها، وهيدا بيخلي البشرة تتلف، وخاصة الطبقة العلوية من الجلد بتتلف وبتصير يعني كتير جافة، وكمان بيطلع لنا يعني بصير في عنا جفاف كتير بالبشرة. فلهيك لازم نحنا يكون عنا صبح وعشية ترطيب دايم للبشرة، لأنه على الأساول بتصير فيها بتصير تحك، بنصير نحك وبصير في عنا حساسية وحمار بالبشرة الجافة بالشمس، وضروري بالبشرة الجافة لازم مرتين تروحي تعملي فيشل لترطيب البشرة، هيدا ضروري بالصيف أكتر من الشتاء، لازم نحنا نعمل ترطيب للبشرة مرتين بالشهر لحتى ترطب بشرتنا وما تتأذى بالشمس. وكان من اللافت انه ميسون دقت ناقوس الخطر وقالت انتبهوا منيح اذا البشرة عرقت ممكن تتعرض لهالامور. نحن لما ننزل على البحر الخطأ اللي بنعمله كمان الشمس بتسبب العرق، فالعرق بيرطب وبيجمع الغبار وبيسد الغدد الدهنية، وهيدا بسبب طفح جلدي وحب شباب، وبسبب حك البشرة، ومثل ما بنعرف العرق بيحتوي على الملح وبالتالي بيهيج البشرة، وبصير نحنا مثل ما قلنا من حك بيطلع بثور، بينشال البروتكشن الحماية على العرق، بينقام الحماية عن البشرة. في ختام حديثنا مع ميسون حرصنا نسألها شو النصيحة يلي ممكن تعطينا إياها حتى نحافظ على البروتكشن على وجهنا، بخاصة إذا نزلنا على البحر أو تعرضنا لأشعة الشمس المرتفعة.
حتى ما ينقام الحماية عن البشرة، ما تنقام الكريم الحماية، شو منعمل؟ منجيب بودرة بس نوعيتها كتير منيحة لمنع الجلد انه يصير رطب، هيدا بخفف الرطوبة. من بعد ما نحط كريم الحماية ننطر شوي ومنجيب البودر الكومباكت باودر ومنحطها على البشرة، هيدا بخفف من الرطوبة وبتبطل كتير تعرقي، وبالتالي العرق ما بيشيل الكريم الحماية وما بيندبغ، ما بتندبغ البشرة. وأيضا إذا كنا على البحر ولازم نحط حماية كل ساعتين، وإذا بعد ما نخلص البحر لازم نحط كمان كريم بعد الحماية ليطفي الحروق، إذا نحن كنا احترقنا أو الاحمرار بجسمنا هيدا بيهدئ الجلد. وإذا ما عنا مهدئ للبشرة فينا نحط الشاي الأخضر، أو الشاي الأخضر هو فينا نحطه كواقي شمس بالبحر، وبعد البحر فينا نحط الشاي والنعناع على البشرة بضمادات باردة. بنحط الشاي والنعناع على منشفة قطن أو شقفة قطن وبنحطها على الجسم، من بتبرد الحروق اللي بعد البحر. اليوم من برنامج بيروت حبينا نسلط الضوء على موهبة فنية بتعود للشاب عماد سعد، فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرنا عن الآلة يلي حسيناها شوي غريبة بيعزف عليها بالشارع. بعزف على الهاند بان. هيدي الآلة عمرها 20 سنة تقريبا، انصنعت بسويتزرلاند وصار كل حدا يطورها بالعالم على طريقته، ولحد ما وصلت لهيدا السكيل اللي هو أكتر شي بيطالنا نحنا كبالشرق الأوسط اللي هو الحجاز. وأكيد استرسلنا بحديثنا مع عماد وسألناه لأخذ هيدي المبادرة للعزف بالشارع مش أطلق موهبته من خلال العمل بإحدى الملاهي أو المطاعم. أنا بدأ بكذا مناسبة، في أعراس، في مناسبات بدأ فيها، ولكن أخذت هالقرار إن أنزل ودق بالطريق لأنه حسيتها تجربة من نوع خاص، لقيت فيها أشياء ما لقيتها بغير مطرح، لقيت فيها تواصل أكتر كتير مع العالم وتفاعل أكتر، وحبيت أعمل هيدا الشيء لأنه بكل بساطة لاحظت ردة فعل العالم قد إيجابية، صار عندي كتير حب إنه دائما أنزل على الطريق ودق هاند بان. وشو كان شعوره أول مرة قعد فيها بالشارع وعزف؟ أول مرة قعد بالشارع صراحة كنت شوي هيك في هيدي الرهبة، بعدين هيك يعني قد ما العالم حبت الشيء اللي عم بعمله خلصت فجأة هيك صار عندي كل الثقة وانطلقت ومش الحال. وأكيد سألني لعماد شو الذكرى رح يحملها معه كل حياته عن هيدي التجربة. الذكرى اللي ما بنساها كل حياتي هي الاختبار يلي عشته، انه بشوف هيدا الاختلاف بالعالم، بشوف هيدا التنوع، بشوف كل الاصناف في المجتمع، وكل واحد كيف بيتفاعل على طريقته، وكل واحد كيف بيتاثر، وكيف واحد كل واحد كيف بيعبر بطريقته عن هذا الشيء اللي انا عم اقدمه. اما بالنسبه للمردود المادي من خلال عزفه بالشارع فهيك قالنا عماد. بالنسبه للمردود المادي صراحه كان اكثر من ما توقعت، وتمام مش الحال، يعني عن جد في عالم بتفرح فعلا. وبرايكم قد ايه له عماد اخذ هيدي المبادره وعم يعزف بهيدا الشارع تحديدا؟ انا صار لي 6 شهور بنزل بعزف الطريق، في شهرين وقفت فيهم وقت صار اللوك داون، وبعدين هلا رجعت وبلشت من جديد. واكيد بختم حديثنا معه حب عماد يوجه رساله لكل شخص عنده موهبه، فشوفوا معنا شو قال. بدي أوجه رسالة لكل إنسان عنده موهبة شو ما كانت، إن شاء الله كانت موسيقى أو رسم أو
نحت او رقص او شو ما كان يقدر ينزل يعبر فيها بالطريق. عن جد هيدي تجربه من نوع خاص، ويعني اذا عنده وقت ليعمل هذا الشيء بنصح عن جد انه يعملها، خاصه بهذه الاوضاع اللي عم يقطع فيها لبنان. يعني بعتقد انه لازم نتمسك باي امل موجود، مش لازم نقول على شيء لا وعلى شيء ايه، يعني لازم نشوف كيف بدنا نعيش. اليوم سيدتي اذا كنت من عشاق البطاطا خلينا نقول لك انه في اكله سريعه التحضير وكتير طيبه. شو هي وعشو بترتكز؟ لتعرفي اكثر ما لك تابعي هذا الفيديو. اكلتنا لليوم بطاطا مع اللحمه مع جبنه الشيدر والموزاريلا. ولهيدي الاكله بدنا البطاطا، بدنا اللحمه، بدنا جبنه الشيدر، بدنا الموزاريلا، بدنا البصل والفليفله، بدنا الصلصه والملح والسبع بهارات. اول شيء بدنا نقص البصل. نحط الزيت ننزل اللحم نحط الفليفلة هلا نحط الملح نحط السبع بهارات بنقلبهم هلا نحط الصلصة نقطع البطاطا فينا نعملها أشكال وفينا نقطعها بالسكين نقلي البطاطا بعد ما استوت البطاطا نحطها بالصينيه نحط موزاريلا نحط جبنه الشيدر هلا نحط اللحمه نوزع اللحمة على كل الصينية نحط جبنة الشيدر على وجهه هلا بدنا نحطها بالفرن. أكلتنا لليوم خلصت، صحة وهنا. وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي مثل العادة بنحب ننهيها بتقرير ميداني. كرمال هيك برنامج من بيروت حب يعمل زيارة هيدي المرة للشواطئ البحرية بلبنان حتى يشوف إذا فعلا بلش المواطنين يرتدوها مع ارتفاع درجات الحرارة. وهل معقولة بعد عندهم تخوف من موضوع التلوث؟ وشو بخصوص الأطعمة يلي كانوا عم ياخدوها معهم؟ هل عم يجيبوا الطبق الرئيسي من البيت أو قادرين بعدهم يطلبوا دليفري؟ فتحوا معنا حتى نشوف هيدا التقرير شو كان ردهم. أكيد عم بنزل على البحر. مننزل لحتى لنموي مثل كل هالعالم. امرار مننزل نزلة صيد سمك، وامرار بس تمشي وهالفنجان القهوة. امرار كنت قبل اوكي مش دايما، بس امرار ايه كنت اتعمد انه نزل معي شيء لاقعد على الكورنيش اكل كذا. هلا صعب كتير، يعني بنشتري فنجان القهوة قنينة المي هاي 6000 ليره، وغير اذا بدك تنزل سيرفيس وتطلع سيرفيس، يعني كتير صعبه. هلا ما قادر انزل عائلتي معي، لما بننزل من فضل الله عندي 4 اولاد ومرتي، يعني هاي 6 اشخاص. اذا بدي انزل سيرفيس ونستحلي شيء ونطلع بدنا مينيموم 100000 ليره صرنا، واشغال تعتير وما في شيء ابدا. حتى نحن محل ما واقفين هون في 3-4 مصادر بتضخ الصرف الصحي، فكتير ملوث. بس لا مش منه سبب لحتى لما يخلي العالم تنزل على البحور. صارت مكلفة جدا، بس شو منا نعمل؟ منا نتسلى، منا نضيع وقت، منا نطلع من الشيء اللي نحنا فيه. يعني كنا نجيب كذا شغلة، صار كل شيء غالي، يعني صرنا عم نختصر نجيب بس الأشياء المنعوزة. يعني ما بقى فينا ندلل حالنا مثل قبل. شو دخلية المسبح 90,000 و800,000، صارت هلا بتلاقي الشط اللي ما كان اللي نمرق من حده ما نتطلع فيه، صارت تلاقي العالم مليانة فيه. البحر بينظف حاله بحاله. أنا كل يوم على البحر، يعني أنا بصيد وباكل سمكاتي مثلا، بشتري دليفري، بطبخ كتير قليل. يعني إذا بدي روح جيب صحن
رز وشي معه حقه 50-60 ألف. ماني قادرة، لا أكيد لا. أنا بحر لأنه أنا صيادة سمك أول وحدة، وتاني وحدة أنه المسبح بيكلف كتير، صار ما عاد فيك تروح مسبح ولا فيك تاخد معك أغراضك. إذا بدك تاخد علبة ساردين حقها 7000، علبة الطون 17 ألف، أي شيء بدك تاخده يعني مكلف مكلف. يعني كانوا يقولوا كورونا، علوا على الكورونا نموت وخلص خلصونا، لأنه هلأ صار الوضع الاقتصادي أصعب أصعب بكتير من الكورونا. هلأ نسيوا الكورونا، نسيوا أنه صار في كورونا، فتحوا الطرقات وفتحوا المحلات وفتحوا كل شيء، ما عاد في كورونا. صار في شو؟ وضع اقتصادي، العالم عم تموت من الجوع والناس عم تنام تحت السورة. أنا باكل السمكة نية من البحر، لأنه البحر هو بينظف حاله أنظف من البشر اللي برا. البحر بيغضب إيه بينظف حاله، لأنه العالم هي الوسخة وهي اللي عم تكب الوسخ فيه. سوري يعني مع احترامي لكل الناس، بس أنا اللي عم شوفه الناس هي عم تكب زبالتها بالماي، البحر هو بينظف حاله، العالم اللي برا هي اللي وسخة، هن اللي دمرونا. البحر ما إنه ملوث، لا. تكلفة عليهم غالية، إجباري ترجع على المشترك يعني اللي بده ينزل، فبطبيعة الحال الكلفة حتكون كبيرة على اللي بده ينزل على البحر. يعني على البحر ايه طبعا، نحن نحكي على الشط يعني اجمالا. هلا خلص سندويشات بطاطا مسلوقة او بيض مسلوق، الفرق بين السنة الماضية وكل شيء فرق كبير، فرق كتير كبير. يعني اول شيء الشغلات اللي كنت مثلا معود عليها او حياتك اليومية معود عليها تعملها بالنسبة للأكل او حركتك اليومية تغيرت، لان صرت مقيد بالتكلفة تاعيتها، فبدك كل شيء تقيسه على التكلفة. أنا كنت والله هديك السنة أعمل هيك، هلأ هالسنة ما بقى فيي أعمل، هيدي بدي ألغيها، صارت الضروريات جدا. إيه أكيد مكلفة هلأ صارت، حسب المسابح اللي كانت تاخد 50 ألف صارت هلأ 100 ألف 120 ألف، هيدا إذا لحالك. وإذا بدنا ننزل الأولاد مثلا، أنا عندي ولدين بتكلف تقريبا شيء دخولية شيء 200-250 ألف بين أكل وشرب جوا، يعني 500 ألف. هلا ما بعرف، انا بشوف انه اكثر شيء كانوا ينزلوا سلاد فواكه وهذا كله هلا كمان صار غالي. يعني انا عم بحكي عن المسابح الخاصه، بس المسابح مثل الشط العمومي بشوف العالم انه اجمالا كانوا ينزلوا لحمه، يمكن ينزلوا شيء يشووا تحت ما بعرف، هذا الشيء كله وقف بعتقد. هو الوضع الاقتصادي يلي اكثر شيء اثر على اللبنانيه، غير الكورونا وغير هيدا مثلنا مثل كل هالعالم، بس الوضع الاقتصادي بلبنان يعني كان اخذ مجده عن غير كل البلدان. طبعا بحرنا ملوث، بكفي على الانفجار اللي صار، شو ننزل منه؟ تنزل بالبحر والمجارير والقرف، يعني طبعا ملوث، مشان هيك ما بسترجع انزل ولا ننزل حدا وما بنصح اساسا. كمان كنت انزل، كانت عائلتي بتنزل على البحر، مسابح ما في انزل على مسابح. بعدين الاكل اللي كان فكرك تعمل لحمه مشويه العالم او تعمل سندويشات، عم تسلق بطاطا وبيض وتنزل معها، ما عم فيها اكثر من بطاطا وبيض، عم تتميز طبخ ثاني يعني بطاطا وبيض، يعني مثل الزعتر والزيت كمان. هاي العالم ما بقى فيها، يعني عم بتقول لك انا عم نزل طبختين زعتر وزيت وبيض وبطاطا، هيدي هي. تغيرت كثير السنه الماضيه، كانت العالم يعني كان الدولار عم تحكيني ب 1005، كان كل شيء رخيص، كان هلا مين بده يشتري ساندويتش شاورما حقه 20-25 ألف، يعني كانوا ينزلوا نزلوا 10 سندويشات ما يكلفوني على 1005، قد ايه بيطلعوا؟ 25-50 ألف 40 ألف، هلا بدك تنزل 10 سندويشات بدك شيء مليون ليرة، يعني الله يساعد العالم. بيبسي صار حقها 6000-7000، صعبة صعبة صعبة، إلا دليفري فلافل، يعني دليفري شيء هيك شيء بسيط، يعني شاورما صعبة، شاورما وبيتزا وميتزا صارت كتير صعبة. أكيد ملوث، شو ملوث؟ هون على الشط هيدا ما بينسوى هون. الله يساعد الفقير، عم ينزل على الرنة البيضاء بلا مؤاخذة كنت بالمجارير عم يتصبحوا، من فقرهم يعني، وين بدها تروح العالم؟ ما فيها وين بدها تروح؟ لا في كهرباء، لا في اير كونديشن، ولا في لا في ما معهم مصاري. هلا هون صار بيعرفوا ينزلوا على الشط رمل البيضاء اللي هو أتعس شط بالعالم، بيعرفوا بغربتهم، فاكرين حالهم يعملوا السياحة. اليوم الإنسان اللي عم ينزل على البحر عم ينزل من عدم شغله، ما عنده رؤية للحياة، عم ينزل يضيع وقته كيف ما كان. يعني تخيل إنه الواحد عم ينزل عم ياخذ معه بطاطا مسلوقة أو شيء زعتر وزيت، يعني ما في عندك مقومات.
اليوم العالم عايشه بدوامه ما عندها امل. عندنا اليوم الدليفري هو الانسان بالبيتوته، يعني شو بينزل من بيته هذا هو الدليفري، اما اني انا اطلب من مطاعم ما عادش فيه. اليوم حق الصح هذا الساندويتش الشاورما اليوم حقه 30,000 و15,000 و25,000، والله ملوث، كل شيء ملوث عندنا هون. يعني مش هو الصاغ عندنا بالبلد هون، كل شيء ملوث، مش بس البحر، حتى عقولنا صارت ملوثه، ما عادش الانسان قادر يحدد شو لبكره شو في عنده. يعني الحياه كلها صارت مشقه، وصارت الحياه كلها عندنا صعبه، ما عادش في حياه. والله المشاوي صارت عمله نادره يعني يقينا، لانه الله يعين العباد. للاسف الشديد العمله المحليه انهارت، ما عادش لها اي قيمه. يعني صار كل شيء خمس اضعاف. فبيجي الواحد هو المنفس الوحيد للبحر، بيجي بيغير جو اساس بس هيك يرتاح نفسيا. الحمد لله جايبين مناقيش نتروق ونتغدى. في ناس وضع المادة مرتاح شوي بيجيبوا دليفري وبيجيبوا بياكلوا بيشربوا. في ناس الطبقة الوسطى ما عادش في شيء اسمه طبقة وسطى، الطبقة الوسطى صارت طبقة فقيرة والفقير صار معدوم. هاي حقيقة، البحر ملوث طبعا، مش كله، في أماكن البحر ملوث فيها. أنا بنزل على البحر، بتفرج على البحر، شوف البحر، بستنشق ريحة المي تاعيته، بحس بحالة بدنيا تانية. غلوا اللحمة، غلوا السمنة وغلوا الزيت، وحرمونا اللحمة تفوت على البيت. العالم بتنزل أسبة بتصطاد سمكة سمكتين، بتقول يا بتاكلها، وإذا كانت صغيرة بترميها للبسينات. ما بقى في أكل للبسينات، ما فيك تجيب. نحن أكل لقلنا ما عم نقدر نجيب صراحة. يعني علبة حمص بطحين التنك ما بقى فينا نشتريها. هيدا البحر، هيدا لأن اللي بنزلوا معي أغاني، بس بتغذى من الأغاني. ولو ملوث البحر كنت بتلاقي كل السمك على الوش نايم ميت. هيدي وحدة. تاني وحدة، لو ملوث بتلاقي الطيور اللي بتغط بتاكل سمك، بتلاقيهم ميتين كانوا على وجهن. بحرنا نظيف الحمد لله، ما في شيء. نحن اللي بنأذي البحر، مش البحر بيأذينا. بالنسبة للبحر يعني كلش حلو، يعني هواي ارتاحين بيه، حتى سبحنا من ديت الصفحة. لا بالعكس، البحر كلش حلو، نظيف ومرتب، وحتى الماي ماله يعني أزرق، يعني كلش عجبنا وحلو. والله بحر لبنان بيجنن، يعني حلو ولطيف، كلش حلو، وعوائل والشعب اللبناني كلش طيب، وتونسنا أجواء حلوة وأكلات طيبة، ويعني جو شاعر كلش حلو. يعني البحر ما يتراد لأكلة ثقيلة، يعني فشي سندويش خفيف يعني اي حلو على البحر، والعصاير هم حلو، ماي عصاير هم كلش حلو، الجو حلو طبيعي وعوائل وكلش حلو. يعني لا ما ملوث كل شيء، ما بي بحر حلو ازرق وماي جاري، وانا اسبح يعني ما اخاف من البحر، اي كلش حلو البحر. منزل معنا ارجيل وهيك وشاي، بننبسط بنتسلى بنغير جو، حلو البحر. يعني الله يساعدنا، يعني هو من نطلب دليفري، ما معنى نطلب دليفري، يعني شيء منجيب معنا على البحر، يعني نتسلى، يعني ننبسط نغير جو، وهي الحياة. يعني وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. مثل العادة بنتمنى انه فقراتنا كانت نالت اعجابكم. لاقونا الاسبوع الجاي بنفس التويت.